حجازي خلينا مع النفحات الكويتية والصوفية. دكتور عبد الرحمن البدوي يقول هني فقال لي سعيد، لحظة سيدي، لحظة العنزي، لحظة الحلبي. فقال لي سعيد المنجرواني: كيف الذي هو من كيف الذي هو من جانبي يعني عنب أسود، وما هو في من جانبك أبيض؟ قال: لأنك تمنيته وطالبته، وما ظهر من جانبي لم يظهر بإرادتي وأمنيتي. فلما أراد أن يفارقه قال له: هب مني هذا الكساء. فقال له سعيد الراوي: وهبته منك بشرط أن تحفظه ولا تضيعه فيسرقه السارق. فانصرف السعيد مع الكساء إلى بيت الله الحرام مكة، ولم يزل كان يحفظه حتى كان وقت من الأوقات كان بعرفات نازلا أو دعاه عند إنسان واشتغل بأمر. فلما رجع إليه وطالبه به لم يجده، فقال له: كرد كليم برد. ذهب الراعي بالكساء حتى رجع إلى بسطام يعني بإيران، فرأى الكساء في يد سعيد الراعي، سبحان الله، فعلم أنه هو الذي رفعه وحمله. فطالبه به فقال له سعيد الراعي: أليس أنا قلت لك احفظه كي لا يسرقه السارق؟ أراد أن يريه قوة نفسه وعجزه إظهارا لفضل أستاذه وشيخه أبي يزيد البسطامي قدس الله روحه. يعني لهم كرامات سيد الحجازي طيارة. أنت سبحان الله شنو اللي يجعلك تؤمن بالكرامات مولانا؟ نبهاني صح. في ناس يعني ما يصدقش للأسف.